دكتور بلشنا هيك تبلش تمام، الكل موجودين ان شاء الله. يا دكتور باذن الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا الدكتور ايمن جمال، طبيب داخلي. ان شاء الله راح بكفي معكم مقرر ماده التخدير وطب الطوارئ. اليوم درسنا عن التوازن الحمضي القلوي، وهو يعني موضوع كثير موضوع عملي وسريري، ومنتعرض له بكرة إن شاء الله. بس تتخرجوا وتصيروا تشتغلوا بالمشافي بتتعرضوا له يوميا، سواء بالطوارئ، سواء بالعناية المشددة، سواء عند الأطفال، بالجراحة، بأي اختصاص ممكن نتعرض له. وهو موضوع مهم كتير، وطبعا مو صعب، وإن شاء الله بحاول أشرح لكم إياه بطريقة تكون مفهومة وسهلة. هلأ بالنسبة لمادتنا محاضرتنا اليوم، هي أول شيء بنبلش البي اتش، هي بتعبر عن حموضة الدم أو قلوية الدم. المقدار الطبيعي للبي اتش بيتراوح بين 7.35 ل 7.45، والجسم لازم يحافظ على هالقيمة هاي للحفاظ على الاستقلاب القلوي الطبيعي. هلأ في حال انخفاض قيمة البي اتش عن 7.35 هذا بنسميه حموض. الحماض بسبب تغيرات في عمل أعضاء الجسم، منها نقص قلوصية العضلي القلبي ونقص الاستجابة الوعائية للكاتيكولامينات. نقص الاستجابة للكاتيكولامينات الأدرينالين والنورأدرينالين بيؤدي لتوسع وعائي محيطة وهبوط شديد بالضغط، بالإضافة لأنه الحماض بيؤدي لنقص فعالية بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية ومعاكسات المرخيات العضلية. هلا ارتفاع البي اتش اكثر من 7.45 هذا احنا بنسميه قلاء. القلاء بيؤدي نقص تحرر الاكسجين للانسجه، واضطراب كمان في عمل الوظيفه العصبيه والعضلي. هلا التغيرات الشديده في قيمه البي اتش اذا ارتفعت اكثر من 8 او كانت اقل من 6.8 هاي بتسبب توقف الخلايا عن العمل، وفي حال عدم التدخل السريع لعلاجها سيؤدي ذلك الى الموت. هلأ ملاحظة بسيطة، هي المفروض أغلبكم تعرفوها، أنه هناك تناسب عكسي بين البي اتش وبين شوارد الهيدروجين. إذا ارتفعت شوارد الهيدروجين فهذا بيؤدي لحماض، وبالتالي تنخفض قيمة البي اتش. أما إذا نقصت شوارد الهيدروجين فهذا يؤدي إلى قلاء، وبالتالي ترتفع قيمة البي اتش. هلأ المعادلة المهمة جدا عندنا بالتوازن الحمضي القلوي هي المعادلة اللي ظاهرة عندكم على الشاشة، وهي CO2 زائد H2O بتؤدي لتشكل H2CO3 اللي هو هذا حمض الكربونيك، وبعد هذا حمض الكربونيك بتفكك لشوارد هيدروجين وشوارد البيكربونات. فمثلا إذا ارتفع تركيز CO2 لأي سبب كان فهذا بيؤدي لارتباطه مع الماء، ارتباطه مع الماء بيؤدي لتشكل H2CO3 اللي هو هذا حمض الكربونيك. هذا حمض غير مستقر، بيتفكك بسرعة وبيزيح المعادلة باتجاه اليمين، يعني بالتالي بيزيد تركيز شوارد الهيدروجين وشوارد البيكربونات. بنفس المعادلة تماما، إذا نقص تركيز شوارد الهيدروجين على اليمين أو نقص تركيز شوارد البيكربونات كمان بيزيح المعادلة باتجاهها عن طريق زيادة ارتباط ثاني أكسيد الكربون مع الماء وتشكيله لحمض الكربوني للحفاظ على توازن هالمعادلة. هلا زيادة تركيز شوارد الهيدروجين وين تزداد؟ تزداد عند زيادة البي سي او 2 اللي هو الحماض التنفسي، أو بانخفاض البيكربونات الحماض الاستقلابي. وبكلتا الحالتين سواء حماض تنفسي ولا حماض استقلابي بيكون البي اتش اقل من 7.35. بينخفض تركيز شوارد الهيدروجين بالقلاء التنفسي اللي بيكون فيه نقص بالبي سي او 2، او بزياده البيكربونات اللي هذا حماض استقلابي، وكل هالحالتين كمان بيكون في قلاء، وبالتالي البي اتش اكثر من 7.5. هلا بالنسبة لتنظيم تركيز شوارد الهيدروجين بالجسم، بيتم عن طريق تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا بيحصل بشكل أساسي عن طريق الرئة، وأيضا بصير عن طريق تركيز البيكربونات
اللي بتنظمه الكلي. فبالتوازن الحمض القلوي عندنا هلا بندرسها، عندنا اربع انواع، عندنا نوعين اساسيات، انه استقلابي ميتابوليك او تنفسي ريسبيراتوري. كل الاستقلابي له نوعين والتنفسي له نوعين. يعني الاستقلابي عندنا حماض استقلابي وقلاء استقلابي، والتنفسي عندنا حماض تنفسي وقلاء تنفسي. هلا الحماض التنفسي الريسبيراتوري اسيدوسيس هذا بيحدث عندما يحصل خلل يؤدي الى ارتفاع البي سي او 2. ارتفاع البي سي او 2 مثل الحالات اللي بتؤدي لاحتباس السي او 2 مثل الحالات نقص التهوي. اي مريض بيصير عنده نقص تهوي بينحبس غاز ثاني اكسيد الكربون بالدم، وبالتالي بترتفع البي اتش، وهذا بصير حماض تنفسي. هلا القلاء التنفسي، القلاء التنفسي بالحالات المعاكسه، القلاء التنفسي بيحصل بالحالات اللي بينخفض فيها تركيز البي سي او 2، بالذات في اطراح السي او 2 خارج الجسم مثل الحالات اللي بتؤدي لفرط التهوي. اي المرضى اللي بيصير عندهم تنفس سريع وعميق بيطرحوا غاز ثاني اكسيد الكربون بكميات كبيره، وبالتالي بيؤدي لقلاء تنفسي. هلا الحماض الاستقلابي، حماض الاستقلابي بيحدث عندما يؤدي اي اضطراب الى ضياع البيكربونات مثل الاسهالات. المريض بيطرح البيكربونات مع البراز، وبالتالي بينقص تركيز البيكربونات وبيؤدي لحماض استقلابي. او بيحصل باريات ثانيه زياده مركبات حمضيه معينه بالدم، مثل يعني هاي الحموض غير المقاسيه بنسميها، مثل مريض القصور الكلوي المزمن، او مرضى الحماض الكيتوني، او الانسمام بالساليسيلات، او الانسمام بالإيتيلين جلوكول، او الانسمام بالكحول. هاي كلها تحصل فيها مواد عضويه على شكل حموض ولكنها ما بتنقاس بالدم، لذلك بتؤدي لحماض استقلابي. اما القلاء الاستقلابي، القلاء الاستقلابي هذا بيحدث باي اضطراب بيؤدي لزياده تركيز البيكربونات مثل الاقياءات. الاقياءات شو بتؤدي؟ الاقياءات بتؤدي لخساره مفرزات المعده. مفرزات المعده بتكون غنيه بشوارد، يعني هي بشكل اساسي حمض كلور الماء، وبالتالي بتكون غنيه بشوارد الهيدروجين، لذلك بيرتفع تركيز البيكربونات وبصير في عندنا قلاء استقلابي. هلا الجمل الدارئه في الجسم، عندنا الجمل الدارئه في الجسم يعني هي الجمل الواقي او بسموها بالانجليزي التامبولينت، هي اللي بتعدل الحماض او بتعدل القلاء. هون عن طريق هاي الجمل الدارئه بيستطيع الجسم الحفاظ على التوازن الحمض القلوي وعلى البي اتش ضمن المجال الطبيعي. هلا عندنا نظام الدوائر الكيميائيه اللي هي داخل الخليه، وهي خط الدفاع الاول ضد تغيرات البي اتش، وبتتضمن نظام البيكربونات والفوسفات والبروتينات. نظام الدواري الفيزيولوجي اللي هو بيكون خارج خلوه، وهي بتكون خط الدفاع الثاني ضد تغيرات البي اتش، وبتتضمن الرئه والكلي. هلا هي او احنا بنسميها اليات المعاوضه، استجابه الدارئه الرئوي، يعني المعاوضه الرئوي. وهي أول ما تحصل المعاوضة الرئوية وغالباً بتكون سريعة وبتحصل خلال 1-3 دقائق. أما المعاوضة الكلوية بتكون بطيئة وبتأخذ أحياناً أيام. هلأ الاستجابة الرئوية ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون على الاستقلاب الخلوي الطبيعي، يحمل بالدم إلى الرئتين منحلاً بالماء على شكل حمض الكربونيك H2CO3. في حال زيادة تركيز غاز الكربون تزداد كمية حمض الكربون في الدم، وهذا بيؤدي لتخفيض قيمة pH الدم. أي تغيرات في تركيز CO2 بتنبه المراكز العصبية الخاصة بالتنفس، بتنبه مركز التنفس بالجملة العصبية المركزية، مما يؤدي إما إلى زيادة سرعة التنفس أو بطء التنفس، وبالتالي يا إما بحالة مثلا الحماض بيزداد سرعة التنفس مشان يطرح غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات أكبر، أو بحالة القلاء بيتباطأ التنفس وبالتالي بيحبس غاز ثاني أكسيد الكربون مشان يخفض حموضة الدم.
أما استجابة الكلي المعوضة الكلوي بتتم عن طريق تنظيم تركيز البيكربونات بطريقتين، إما عودة امتصاص البيكربونات اللي موجودة بالرشح الكبة وبيحصل ذلك عن طريق الأنبوب القريب، أو زيادة إفراز شوارد الهيدروجين وبيحصل ذلك عن طريق الأنبوب الجامد. مثل ما حكيت المعاوضة الرئوية بتكون سريعة خلال 1 لـ3 دقائق، المعاوضة الكلوية بتكون بطيئة تحتاج لساعات أو لأيام. هلأ أول شيء عندنا باضطراب التوازن الحمضي القلوي دكتور. نعم بس بعد إذنك الشاشة واقفة عندك. لا ماني واقفة، شغالي هلأ هيك مبيني عنا واقفة. طيب هيك تمام، هيك تمام. ايه تمام دكتور. هلا بدنا نبلش باضطراب التوازن الحمضي القلوي الاساسي. في هدول القيم الاساسي، هدول ما فيك بدكم تحفظوهم اجباري لحتى نحسن نقرا اي عينه من غازات الدم. يعني انت هلا هذا التوازن الحمضي القلوي بكره بالاسعاف او بالعنايه المشدده بده يجيك عينه على شكل غازات دم، يعني نتائج مخبريه. فاول شيء لازم نحفظ القيم الطبيعيه للبي اتش والبيكربونات والبي سي او 2 حتى نميز الطبيعي عن غيره. هذول القيم لازم نحفظهم لحتى اول شيء نقرا غازات دم الشرياني، وثانيا لحتى في حال نظريه نحل اي سؤال متعلق بالتوازن الحمضي القلوي. هلا البي اتش الطبيعي مثل ما قلنا 7.35 ل 7.45، البيكربونات تركيزه الطبيعي من 22 ل 26 ميلي مكافئ باللتر، البي سي او 2 مقداره الطبيعي من 35 ل 45 ملي متر زئبقي، البي او 2 الضغط الجزئي للاكسجين من 80 ل 100 ملي متر زئبقي. هذول القيم الاساسيه اللي لازم نحفظها. هلا اول شيء بنبلش بالحماض التنفسي، لا تخافوا راح برجع بشرح لكم اياهم بشكل اوضح من هيك، بس خلونا نمر عليهم هلا بال يعني بس نجينا على نقطة معينة بعلمكم كيف تقرأ غازات دم الشرياني إن شاء الله، ما تقلقوا يعني. هلأ عندنا الحماض التنفسي. الحماض التنفسي حماض معناه أنه البي اتش أقل من 7.35 حتى نقول أنه حماض. حتى نسميه تنفسي لازم يكون البي سي او 2 مرتفع، البي سي او 2 بده يكون أكثر من 45 ملمتر زئبقي. الحماض التنفسي عادة بيحدث بسبب تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون واللي بينحل بالماء بشكل حمض الكربون اللي بدوره بيؤدي لانخفاض البي اتش وحدوث حماض تنفسي. الحماض التنفسي دائما احفظوه، أي حالة بتؤدي لحدوث نقص تهوي هي بتؤدي لحدوث حماض تنفسي. الأسباب الحماض التنفسي هي تثبيط الجهاز العصبي المركزي، يعني تثبيط تهوي مركزي مثل أدويات الرأس الرضي، أو بسبب بعض الأدوية المثبطة مثل المورفين أو المهدئات كلها بتثبط التنفس، أو حتى أدوية التخدير وبعض العمليات الجراحية على الرأس. تثبيط عضلات التنفس مثل أدويات النخاع الشوكي، أو وجود أمراض عصبية عضلية مثل متلازمة جيلان باري اللي ممكن تؤدي لحدوث شلل بعضلات التنفس وبالتالي بصير المريض عنده نقص تهوي، أو أدوية الحصار العصبي العضلي يعني اللي بسموها المرخيات العضلية. وجود آفات رئوية تعيق التهوي مثل انقماص الرئة، إذا انقمصة الرئة ما بعود في تبادل غازي. الريح الصدري كذلك، الهواء اللي بيدخل على داخل الصدر بيؤدي لانخماص الرئة وبالتالي بيقل التهوي. وذمة الرئة كذلك بيصير في مي ماء بالانترسيشوم تبع الرئتين بالخلال وبالتالي بيمنع التبادل الغازي. الانسداد القصبي، المرضى أمراض الرئة الانسدادية المزمنة، مرضى السي او بي دي، وهجمات الربو الحادي كلها بتؤدي لحدوث حماض تنفسي. هلا السبب الرابع انه نقص تهوي ناجم عن الألم، مثل مريض عنده ردود في جدار الصدر أو البطن مما يمنع المريض من التنفس الفعال خشية تفاقم الألم. يعني المريض مثلا اللي عنده رد بصدره أو رد بالبطن أو حتى مثل عنده
تمزق بالحجاب الحاجز، أذية رضية أدت لتمزق بالحجاب الحاجز، فالمريض حتى يخفف الألم بخفف الحركات التنفسية تبعيته، فعلى المدى الطويل بتؤدي لحدوث حمى تنفسي. هلا الصم الرئوي، الصم الرئوي راح بحكي عليها. الصم الرئوي هي بتؤدي لقلاء تنفسي وليس لحمى تنفسي. طبعا الصم الرئوي العادي، الصم الرئوي العادي اللي بتؤدي مثلا لانسداد فرع من فروع الشريان الرئوي، وبالتالي بتؤدي لاحتشاء رئوي بفص او فصين من الرئه، هي عاده بتؤدي لقلاء تنفسي. اما الصم الرئوي الكبيره، هون مركز هو على الصم الرئوي الكبيره، الصم الرئوي الكبيره يعني قصده اللي بتسد كلا الشريان الرئويين، وبالتالي ممكن تؤدي لحدوث احتشاء رئوي في كلا الرئتين، هي بتؤدي لحمى تنفسي لان بصير في نقص تهويه عند المريض. اما الصم الرئوي العادي فبالغالب بتؤدي لحدوث قلاء تنفسي، وبيتميز القلاء التنفسي بالصم الرئوي انه بيكون في ناقص الاكسجين وناقص البي سي او 2. الصم الرئوي شو اللي بيحصل فيها؟ بيحصل فيها احتشاء رئوي بيمنع التبادل الغازي، وبالتالي بيؤدي حدوث نقص اكسجين عند المريض. نقص الاكسجين عند هذا المريض بينبه مركز التنفس لزياده عدد مرات التنفس في يعني في محاوله لرفع الأكسجين عند المريض أو رفع الضغط الجزئي للأكسجين. تنبه مركز التنفس زيادة حركات التنفس بيطرح المريض غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة، ولذلك بينخفض غاز ثاني أكسيد الكربون. فبعادة بالصم الرئوي بنشوف قلاء تنفسي بيتميز بارتفاع البي اتش، نقص البي سي او 2 ونقص البي او 2. أما الصم الرئوي الكبيرة هي اللي بتؤدي لاحتشاء بكل الرئتين، هي بتؤدي لنقص دهوي وبالتالي بتؤدي لحمى تنفسي. هلا علاج الحمى التنفسي طبعا هو من البديهي او من الطبيعي انه اي حاله حماض نعطي ماده قلويه بيكربونات، ولكن في حالات الحماض خف وقل جدا جدا اعطاء البيكربونات. الحل ما دكتور رجعت راحت المشاركه. نعم رجعت راحت المشاركه الشاشه. انا فاتحه والله. طيب دكتور ارجع من المشاركة مرة تانية. مش الحال هيك؟ لا دكتور ما بينت. غريب نفس الخطوات اللي أنا قايم فيها. دكتور بجوز النت عندك ضعيف؟ ما بتوقع من النت. حطيت مشاركة الشاشة نفس قبل؟ هيك يا دكتور اشتغلت تمام. ايه تمام دكتور تمام، معني ما غيرت شيء بس بجوز فصلت الحالة. هلا مثل ما قلنا علاج الحماض التنفسي بيكون بعلاج السبب. على كل حال ما بهمكم كثير العلاجات، وغالبا العلاج الحماض التنفسي بيكون بزيادة التهوي، مثل تطبيق التهوي اليدوي للمريض بالأمبو أو القناع الوجهي لحين علاج السبب، مثل تفجير الريح الصدري أو تسكين الألم أو معاكسة الأدوية المثبطة لمركز التهوي، مثل إذا المورفينات يعني بينعطى المريض أكسجين عن طريق القناع أو الأمبو عبين ما نعطي مثلا نالوكسون
لا يعكس تأثير الأدوية المخدرة. في حال كان السبب المؤدي لنقص التهوية غير قابل للعلاج بشكل سريع، فبتطلب الحالي تنبيب المريض ووضعه على جهاز التنفس الصناعي. أما إذا كان المريض موضوع على المنفسي، هو بالأصل يعني موضوع على جهاز التهوية الآلي، فهذا المريض منزده عدد مرات التنفس أو منزيد الحجم الجاري أو الاثنين معا حتى يزيد إطراح غاز ثاني أكسيد الكربون. مثل ما ذكرت سابقا، كان تعطى البيكربونات عند الشك بالحماض حتى من دون سحب عينة الدم وقياس غازات الدم، لكن حاليا قل اعطاها كثيرا، والان يعني صارت تعطى باستطبابات محدده وقليله جدا. في حال بشكل عام ما بنعطي البيكربونات الا اذا انخفضت البي اتش اقل من 7. اذا ما انخفضت البي اتش اقل من 7 ما بنعطي البيكربونات، ومنحاول دائما نصلح السبب اللي ادى لحدوث الحماض التنفسي. هلا بنجي للقلاء التنفسي. القلاء التنفسي قلاء اذا البي اتش بتكون اكثر من 7.45، البي سي او 2 بعكس الحماض التنفسي بتكون البي سي او 2 اقل من 35 ملم زئبق. في كمان مثل ما ذكرنا بالحماض التنفسي، كل الحالات اللي بتؤدي ل نقص تهوي بتؤدي لحماض تنفسي، هوني كل الحالات اللي بتؤدي لفرط تهوي بتؤدي لحدوث قلاء تنفسي. أهم وأشيع الأسباب للقلاء التنفسي هي القلق والخوف والتوتر، وخصوصا عند الإناث. عند النساء الشابات بكرة إذا داومتوا بالإسعاف بتلاقوا بيجوكم مرضى كتير، سواء كان صبايا ولا شباب، معصبين منرفزين متقاتلين مع شي حدا، بتلاقي المريض صار عنده تسرع تنفس، صار يتنفس تنفس سريع وعميق، فهذا بيزيد إطراح غاز ثاني أكسيد الكربون وبيؤدي لحدوث قلاء تنفسي. القلاء التنفسي بيؤدي لنقص الكالسيوم المتشرد، فبتلاقي المريض إذا كان واعي بيقول لك عندي خدر ونمل حول الشفاه وخدر بالفم. إذا كان مو واعي، أو هو بيكون بالأصل في أغلب الأحيان بيكون المريض واعي، ولكن هو بيحاول يمثل. هدول المرضى النيوروسيز بيحاولوا يمثلوا هالحركات هاي، وبصير عنده بسبب نقص الكالسيوم المتشرد بصير عنده كاربوبيديا لسبازم، بتلاقي أصابعه تشنجي، مثل بيعطي مثل أعراض نقص الكالسيوم تماما. والسبب الأساسي هو بيكون نقص الكالسيوم المتشرد بسبب القلاء التنفسي. بهيك حالات مثل هدول المرضى اللي يكون عندهم قلق وتوتر ونيوروسيز، عادة لحتى نرفع لهم غاز ثاني أكسيد الكربون بنجيب كيس ورق ونحطه على أنف وفم المريض ونخليه يتنفس فيه لمدة 5 أو 10 دقائق حتى ياخذ غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي بيعاكس حالة القلاء وبخف تشنج المريض. السبب الثاني هو الألم في مناطق بعيدة عن الصدر أو البطن، مثل يعني أي ألم في منطقة غير صدر والبطن ممكن يؤدي لحدوث هياج وفرط تهوي. زيادة المتطلبات الاستقلابية اللي بتزداد فيها الحاجة للأكسجين، فبيحدث تسرع بالتنفس مثل الحمى وإنتان الدم والحمل والإنسمام الدرقي. بعض الأدوية المحرضة لمركز التنفس وبعض أذيات الجهاز العصبي المركزي. علاج القلاء التنفسي دائما علاج السبب، بيكفي أكثر من هيك. مثل ما شرحنا السبب الأشع هو القلق والتوتر، فإذا جاكم مريض عنده نيوروسيز وحصل وعملتوا له غازات دم وكان تحليل غازات دم بتشير لقلاء تنفسي، فهذا المريض بتحطوا له كيس نايلو أو كيس ورق بحيث يكونوا كتيم على أنف والفم وبتخليه يتنفس فيه لمدة 5 أو 10 دقائق، فتنفسه بهالكيس هذا بيؤدي لارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون اللي بالأصل هو عنده منخفض، فبتلاقي المريض بيتحسن. هلأ بنجي على النوع الأهم والأشع وهو الحماض الاستقلابي، هذا اللي منشاهده بالممارسة العملية أكتر شيء، واللي يعني هو الأهم. الحماض الاستقلابي هو عبارة عن حماض
كل بي اتش في اقل من 7.35 وبتكون البيكربونات اقل من 22 ميلي مكافئ باللتر. وهو مثل ما ذكرت الاشع بين اضطرابات التوازن الحمضي القلوي بيحدث بآليتين، السبب الاساسي نقص الاساس او نقص البيكربونات او بسبب زياده الحموم. هلا عندنا شغله مهمه بالحماض الاستقلابي، هي فجوه الصواعد او فجوه الشوارد او بسموها الانيون جاب. هي بالتعريف الفرق بين الشوارد الايجابيه والشوارد السلبيه في الجسم. الشوارد الايجابيه الاساسيه بالسائل الخارج الخلوي هي شوارد الصوديوم والبوتاسيوم. الشوارد السلبيه الاساسيه بالسائل خارج الخلوي هي شوارد الكلور والبيكربونات. وبالتالي صارت عندنا الفجوه الشارديه او الانيون جاب هي تساوي يعني الصوديوم زائد البوتاسيوم ناقص الكلور زائد البيكربونات. طبعا هو ذاكر لك المقادير الطبيعيه، الصوديوم 135 145، البوتاسيوم 3.5 لل5.5، الكلور من 195 لل105، والبيكربونات من 22 ل26 ميلي مكافئ باللتر. هلا هاي المعادله بتفيدنا للتمييز بين اسباب الحموض الاستقلابي، اما بسبب ضياع البيكربونات او وجود حموض اضافي. فكل مريض عنده حموض استقلابي لازم نحسب الفجوي الشاردي، لانه بتساعدنا بالعلاج وبتساعدنا بمعرفة السبب. هلا هناك بعض الشوارد الايجابيه او هون مسمينها الهوابط اللي غير مقاسه مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وبعض الجاما جلوبولين، وفي بعض الصواعد او الشوارد السلبيه غير مقاسه مثل الالبومين والسلفات والفوسفات والمركبات العضويه. هلا بالحماض الاستقلابي عندنا حالتين، حماض استقلابي طبيعي الفجوي الشاردي وحماض استقلابي عالي الفجوي الشاردي. يعني مثل ما هون نترجم لكم اياها، حماض استقلابي مع فجوه صواعد طبيعيه أو الفجوة الشاردية بتكون طبيعية، هذا بشكل أساسي بينتج عن ضياع البيكربونات. الأسباب الأساسية للحماض الاستقلابي طبيعي الفجوي الشاردية مثل ما قلنا ضياع البيكربونات، بتضيع مثلا عن طريق إما عن طريق الجهاز الهضمي أو عن طريق الكليتين. عن طريق الجهاز الهضمي مثل الإسهالات أو النواسير المعويه اللي بتحصل بين الامعاء او نواسير البنكرياس، هاي كلها بتضيع البيكربونات وبالتالي بتؤدي لحدوث حماض استقلابي. الاسباب الكلويه هي عندنا انواع اسمها الاحماض الانبوبه الكلوي، في له ثلاث انواع، ما بعرف اذا درستوا الكلي ولا لا، ولكن تدرسوها بقسم الكلي. عندنا الاحماض الانبوبه الكلوي، عندنا النمط الأول هو النمط البعيد، والنمط الثاني هو النمط القريب، والنمط الرابع. ولكن بشكل عام الحماض الأنبوب الكلوي بتميز بضياع البيكربونات عن طريق الكليتين، فبتؤدي لحماض استقلابي طبيعي الفجوي الشاردي. السبب الثاني أنه فرط تحميل شوارد الكلور، مثل مريض عطوه سيروم ملحي النورمال سلاين أو سيروم فيزيولوجيك، عطوية بكميات كبيرة مثل عطوه باليوم 5 أو 6 لتر، فهذا بيؤدي إلى حماض استقلابي مفرط الكلور. هذا أحد التأثيرات الجانبية لإعطاء كميات كبيرة من السيروم الملحي، أنه ممكن يؤدي إلى حماض استقلابي مفرط الكلور. هلا النوع الثاني هو الحماض الاستقلابي اللي مع فجوة شاردية مرتفعة، بتكون الفجوة الشاردية مرتفعة، وهذا من أهم الأنواع. هذا بينتج عن وجود حموض داخلي في النشا، مثل الحماض الكيتوني السكري، هذا بينتج فيه الجاما بوتريك أسيد، ما بينقاس هذا بالمقاييس العادية، بده معايرات خاصة، لذلك بيؤدي لحماض عالي الفجوي الشاردي. الحماض اللبني اللاكتيك أسيدوسيس بيؤدي لزيادة إنتاج حمض اللبن. الانسمام بالساليسيلات كذلك الأمر بيؤدي لزيادة إنتاج الساليسيك أسيد. أو حموض خارجية المنشأ مثل مركبات الإيتيلين جلوكول
الانسمام بالإيتيلين الجلوكول بيؤدي لحماض استقلابي عالي الفجوة الشردي، والميتانول كذلك الأمر، وأيضا الانسمام بالكحول، حتى الانسمام بالكحول الإيتيل العادي بيؤدي لحماض استقلابي عالي الفجوة الشردي. هذول الأسباب ما تنسوهم لأنه كتير مهمات. مثل ما ذكرنا بالحماض، بهدول الحماض الاستقلابي عليه الفجوي الشردي بيكون في حموض عضوي غير مقاسي وبتكون سالبة الشحنة، لذلك بيكون تركيز البيكربونات منخفض ولكن تركيز الكلور بيكون طبيعي، ما ترتفع فيه شوارد الكلور. هلا علاج الحماض الاستقلابي بشكل أساسي، علاج الحماض الاستقلابي كمان يعتمد على معالجة السبب وأيضا الانتباه لنقص الأكسجين النسيجي وتحسينه، يعني تحسين الأكسجين النسج، تحسين أكسجين النسج وليس الأكسجين الدوراني. ليش؟ لأنه تجنبا لحدوث استقلاب لا هوائي، لأنه الاستقلاب لا هوائي بيزيد إنتاج الحموض العضوي واللاكتيك أسيد وبالتالي بيفاقم الحماض الاستقلابي. مثل مثلا مرضى الصدمي، مثل مرضى الصدمي الإنتاني أو المرضى المصدومين، فهدول لازم تحسن لهم التروي على مستوى الأنسجي والتهوي على مستوى الأنسجي حتى ما يدخلوا بحماض لبني أو لاكتيك أسيدوسيس. طبعا في حالة الحماض الاستقلابي كذلك الأمر، ما منعطي البيكربونات إلا إذا كانت البي اتش أقل من 7 بالدم المحيطة. مثلا أشد أو أشع الأنواع اللي عادة نشاهدها بالممارسة العملية هو الحماض الخلوني السكري أو الحماض الكيتوني، هذا عادة منعالجه بالسوائل وبالإنسولين وبتصحيح البوتاسيوم، بس نعالجهم بالعادي ما بنحتاج لإعطاء البيكربونات، وبهيك حالات عادة ما بنعطي البيكربونات إلا إذا كانت البي اتش أقل من 7. طبعا تعويض البيكربونات لازم يكون بشكل بطيء، لأنه احيانا اذا اعطينا البيكربونات بشكل سريع فبتؤدي الى حماض السائل الدماغ الشوكي بسموه حماض تناقضي او عجائبي او بارادوكسيكال، بتصلح الحماض بسائل خارج الخلوي ولكن داخل الخلايا ما بيكون لسه ما بالحق يتصلح، لذلك احيانا ممكن يؤدي حتى لحدوث وذمي دماغي، لذلك اعطاء البيكربونات في حاله الحماض الاستقلابي لازم يكون بطيء. هاي هون لاحظ الفقرة الأخيرة عم يقول لك إذا كانت البيكربونات أقل من 7.1 هون بنفكر بإعطاء البيكربونات بغض النظر عن السبب. هلأ نجي على النوع الرابع اللي هو القلاء الاستقلابي. القلاء الاستقلابي قلاء بتكون البي اتش أكثر من 7.45 والبيكربونات بتكون أكثر من 26 ميلي مكافئ باللتر. أسباب الحموض الاستقلابي بشكل عام هي فقدان الحموض عن طريق الإقياء مثل، والمثال الشائع عنه والمثال النموذجي هو مرضى تضيق البواب الخلقي اللي هذا بيحصل عند الأطفال، أو مرضى انسداد مخرج المعدي، مثل المريض عنده قرحة هضمية مزمنة أدت لانسداد مخرج المعدي، فبالتالي هدول المرضى بتعرضوا لإقياءات متكررة فبيفقدوا الحمض المعدي وبيفقدوا منها شوارد الهيدروجين، فلذلك بصير عندهم قلاء استقلابي، وبيتميز هذا القلاء انه قلاء استقلابي ناقص البوتاسيوم. او المرضى اللي بيتعرضوا لمص مفرزات المعدي بشكل متكرر، مثل المريض مثلا عنده انسداد امعاء، عاده المرضى انسداد الامعاء بيحطوهم على حميه مطلقه عن طريق الفم، لا بيخلوهم لا ياكلوا ولا يشربوا، وبحطوا لهم انبوب انفي معده وبمصوا مفرزات معدي بشكل متكرر، فهي الحاله ممكن تؤدي لحدوث حماض استقلابي. طبعا الاستعمال المفرط للمدرات البولية، المدرات البولية سواء كانت المركبات التيازيدات مركبات التيازيد أو مدرات العروي مثل الفوروزمايد، كلها بتؤدي لحدوث حماض استقلابي لأنها بتؤدي لطرح البيكربونات عن طريق البول، وأيضا الفرط الألدستريني، الألدستريني البدئي أو متلازمة كون أيضا ترافق مع حماض استقلابي. طبعا في أسباب تانية ولكن حاجة بكفي هدول الموجودات.
الأسباب الثانية اللي هي هاي نادرة، زيادة في تحميل الأساس، يعني زيادة بإعطاء القلويات، مثل مريض عنده حماض وبالغوا كتير كتير بإعطاء البيكربونات فبيؤدي لحدوث قلاء، استعمال مضادات الحموضة بكثرة لأنها بتحوي على هيدروكسيد الألمنيوم والمغنيسيوم، مثلا مريض كل يوم عم يشرب له قنيني من مضادات الحموضة أو عم ياخذ له 10-15 حبة من مضادات الحموضة، فهذا على المدى الطويل ممكن يؤدي لحدوث قلاء استقلابي. سابقا كانت هاي من شيء 40-50 سنة كانت تصير متلازمة القلوني الحليبة قبل ما تكتشف مركبات المضادة للحموضة، سواء مضادات الهستامين H2 أو مركبات البروتون بامب الحديثة، كانوا سابقا يعالجوا، ما في علاجات القرحة الهضمية، كانوا يعالجوها بالحليب، فكان المريض كل يوم يشرب له لترين أو ثلاثة لتورة من الحليب مشان يخفف ألم القرحة الهضمية، فكان يسوا هذا عندهم على المدى الطويل، تناذر القلوني الحليبي يسموه. تمام الأمور؟ ايه تمام دكتور. تمام. طبعا علاج القلاء الاستقلابي يعني هو غالبا يعني صحيح من أصعب الحالات بالعلاج، فإذا كان ناتج عن خطأ طبي علاجه، مثل إذا المريض عم ياخذ مثل ما قلنا مضادات الحموضة بكميات كبيرة لازم يوقفها، أو عم ياخذ يتناول الحليب بكميات كبيرة لازم يوقفها، أو إذا مريض عطوه كمية بيكربونات كتيرة لازم نوقفها. في بعض الحالات يمكن إعطاء أدوية تشجع طرح البيكربونات عن طريق الكلي، مثل هذا دواء الأسيتازولاميد، هذا من مثبطات الكربونهيدراز إنهيبيتر بسموه. في الحالات الشديدة جدا، يعني مثلا المتوصل البي اتش ل 7.60 ممكن إعطاء الحموض وريديا، ولكن نادرا ما يلجأ إليه. هلا التأثيرات الفيزيولوجية للحماض والقلاء، أو الحماض بيؤدي لنقص في قلوصيت العضلي القلبي ونقص الاستجابة الوعائية للكاتيكولامينات، ففي حال مريض عنده حماض ووهط وعائي بهيك حالات ما بفيد إعطاء الأدرينالين والنور أدرينالين لرفع الضغط. هاي كتير منصادفة بالعمليات الجراحية النازفة، بسبب النزف وعدم وجود تروي كافي للأعضاء بينخفض الضغط الشرياني وبيحصل عند المريض حماض، وهون بهالحالة يجب إصلاح الحماض قبل إعطاء رافعات الضغط، لأنه حتى لو أعطيته رافعات الضغط ما بيستجيب المريض للعلاج. وأيضا بيؤدي لنقص فعالية بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية ومعاكسات المرخيات العضلية، فبعد العمل الجراحي بيعطوا معاكسات المرخيات العضلية مشان يصحوا المريض، فبلاقوا في صعوبة بإيقاظ المريض من التخدير وعدم استجابته للمعاكسات، وهون بهيك الحالة بهيك حالات لازم يفكر إنه الحماض هو من الأسباب المحتملة. القلاء بيؤدي لنقص تحرر الأكسجين إلى الأنسجة. حالة القلاء بتؤدي لزيادة الأفينتيتي أو زيادة ولع الهيموغلوبين للأكسجين، وبالتالي بصير الهيموغلوبين ما بيتخلى عن الأكسجين بسهولة، فبالتالي بيحدث نقص أكسجي على مستوى الأنسجة. لما تزداد ألفة الكريات الحمر والهيموغلوبين للأكسجين، فهيك بهيك حالي ما بتتخلى عن الأكسجين بسهولة، فهذا بيؤدي لحدوث نقص على مستوى الأنسجة. وأيضا اضطراب الوظيفة العضلية والعصبية، مثل الضعف وزيادة برخاء العضلي والهيجان. هلأ بنجي على النقطة المهمة، أنه هي كيف بدنا نقرأ غازات الدم الشرياني. مثلا مريض إجاك بس ممكن سؤال حكيم؟ نعم بس ممكن سؤال حكيم؟ تفضل حكيم. بالنسبة إجا مريض على الإسعاف وصار عنده إقياءات، أنا عم أعطيه مباشرة سيروم حي بيحتوي على الكلور والشوارد، كيف بدي أعرف إنه الكمية نقص البوتاسيوم عم أعوض له على كم كيس مثلا سيروم ملحي كمية معينة، كيف بدي أعرف إنه هذا هو النقص بتجاوب مع هاي العبطية؟ أنا أنت بدك أول شيء تقدر هالمريض هذا هل هو عنده تجفاف ولا لا؟
انت لما بدك تعطي السوائل والشوارب، لما بدك تعطي سوائل اول شيء بناء بدك تقدر درجه التجفاف عند المريض. هلا مثلا تختلف حسب حاله كل مريض. مثلا اذا جاك مريض مراجع له مرتين او ثلاث مرات وعنده اسهال اربع او خمس مرات، هذا بيكفي مثلا تعطيه سيروم ملحي واحد او ماكسيمم تعطيه سيروم ملحي وسيروم رينجر لاكتات اذا كان عنده تجفاف. اما مثلا مريض حماض كيتوني سكري، عاده المريض اللي بيجي عنده حماض كيتوني سكري وهذا غالبا بيكون متجفف، يعني تقدر درجه نقص السوائل 4 ل 6 لتر عند المريض الحماض الكيتوني السكري، لانه بيفقد كميات كبيره من السوائل. ما بعرف اذا درستوا انتم الحماض الكيتوني ولا لا. طب والله حكي ما درسنا، بس ممكن انا اقيس مثلا غلطه الشريحه الوريد المركزي. هلا هو غازات دم الشرياني، اسمها غازات دم الشرياني، لازم تكون العينه ماخوذه من غازات دم الشرياني، لانه العينات الوريديه. حكيم الشوارد هي. نعم لا حكيم قصدي انا الشوارد، بحسن انا اقيس مثلا عن طريق الوريد المركزي، انا خربطت مو الشرياني لا، الشوارد بشكل اساسي بتنعمل عن طريق الدم الوريدي. الشوارد الصوديوم والبوتاسيوم الكلور الكالسيوم والمغنيسيوم كلها هاي بتنعمل عن طريق الدم الوريدي. اما غازات الدم الشرياني لازم تكون ماخوذه من الدم الشرياني، وما بنلجا للدم الوريدي الا في حال تعذر سحبه عن طريق الدم الشرياني، لانه هالقيم هاي كلها بتكون بالدم الشرياني وليس بالدم الوريدي. هاي المحاضره كلها يعني مقصود فيها هي عينه الدم بتكون ماخوذه من الشريان، عاده الشريان الزنده، عاده ناخذ من هون عينه غازات الدم. منتابع هلا شلون بدنا نقرا غازات دم الشرياني؟ اول شيء بتطلع على البي اتش. مثلا جيتك انت بالاسعاف مناوب طلبت عينه غازات دم الشرياني لمريض، اجتك النتيجه على شكل ورقه مطبوعه بكون مطبوع فيها البي اتش والبيكربونات والبي سي او 2 والبي اي او 2 والكلور وكل هالقيم هي. فانت شلون بدك تتصرف قدام هالمريض هذا لتعرف شو التوازن الحمض القلوي الموجود عنده؟ اول خطوه بنطلع على البي اتش. اذا كانت البي اتش اقل من 7.35 فهذا حماض. اذا كانت البي اتش اكثر من 7.45 فهذا قلاء. تمام. الخطوه الثانيه لحتى تميز بين هذا استقلابي ولا تنفسي بنطلع على قيمه البيكربونات. فلو فرضنا انه المريض طلع عنده البي اتش اقل من 7.35 طلعنا على قيمه البيكربونات لقيناها منخفضه اقل من 22. فاذا توافقت قيمه البيكربونات وقيمه البي اتش اثنيناتهم هابطات فهذا بنقول عنه استقلابي. كقاعده عامه اذا كانت توافقت قيمه البي اتش مع قيمه البيكربونات سواء كانوا اثنيناتهم مرتفعين او اثنيناتهم منخفضين فهذا بنسميه استقلابي. فاذا كانت البي اتش اقل من 7.35 والبيكربونات اقل من 22 فهذا بنسميه حماض استقلابي. هلا اذا كانت البي اتش اكثر من 7.35 وكانت البيكربونات اكثر من 26 فهذا صار اسمه قلاء استقلابي. يعني يا بيطلعوا اثنيناتهم سوا او بينزلوا اثنيناتهم سوا، هذا بنسميه استقلابي. فاذا كانت البي اتش منخفضه فهذا حماض استقلابي، واذا كانت البي اتش مرتفعه فهذا حماض قلاء استقلابي. هلا الخطوه الثالثه، لو فرضنا اجتك عينه غازات الدم والبي اتش طلع عندك مثلا 7.30، اذا هذا حماض. طلعت على البيكربونات لقيته طبيعي، هون بنروح للخطوه الثالثه بنطلع على البي سي او 2. البي سي او 2 طلعنا اول شيء على البي اتش، كان البي اتش 7.30، طلعنا على البيكربونات لقينا قيمتها ما بتتوافق مع قيمه البي اتش، اذا هذا مو استقلابي. طلعنا على البي سي او 2 لقينا البي سي او 2 مرتفع، مثلا لقيناه 50، فهذا نقص بي اتش مع ارتفاع البي سي او 2 هذا بنسميه حماض تنفسي. هلا العكس، طلعنا على البي اتش لقيناها 7.50، اذا هذا قلاء. طلعنا قيمه البيكربونات لقيناها طبيعي، بنروح للخطوه الثالثه بنطلع على البي سي او 2. اذا كانت البي سي او 2 اقل من 35
يعني البي سي او 2 ناقص، فهذا بنسميه قلى تنفسي. اذا صار عندنا اربع انواع راح برجع بعلمكم عليهم بشكل سريع، وان شاء الله بتحفظوهم ما بتنسوهم. وهيك لازم تقرا غازات الدم، ما بتنقرا معك الا بهالطريقه هاي. اذا البي اتش منخفض، بيكربونات منخفض، هذا اسمه حماض استقلابي. اذا البي اتش مرتفع والبيكربونات مرتفعه، هذا اسمه حماض قلاء استقلابي. اذا كان البي اتش منخفض، البيكربونات قيمته ما بتتوافق مع قيمه البي اتش، لقينا البي سي او 2 مرتفع، فهذا حماض تنفسي. اذا كانت البي اتش مرتفعه وكانت قيمه البيكربونات ما بتتماشى مع قيمه البي اتش ولقينا البي سي او 2 منخفض، فهذا قلاء تنفسي. وكمره اخيره راح برجع بعيدهم، بي اتش منخفض، بيكربونات منخفضه، هذا حماض استقلابي. بي اتش مرتفع، بيكربونات مرتفعه، هذا حماض قلاء استقلابي. بي اتش منخفضه، بي سي او 2 مرتفع، حماض تنفسي. بي اتش مرتفعه وبي سي او 2 منخفض، فهذا قلاء تنفسي. طبعا هذا الجدول هو تلخيص للي ذكرته، ولكن الخطوات العمليه مثل ما قلت لكم، اول خطوه بنطلع على البي اتش، بنشوف مرتفعه ومنخفضه ومنحدد على اساسها حماض ولا قلاء. الخطوه الثانيه بنطلع على البيكربونات، بنشوفها اذا متوافقه بالارتفاع او بالانخفاض مع قيمه البيكربونات، فهذا بنسميه استقلابي. اذا كانت قيمه البي اتش ما هي متوافقه مع قيمه البيكربونات، بنطلع على البي سي او 2، فاذا البي سي او 2 مرتفع بعكس قيمه البي اتش، فهذا حماض تنفسي. اذا كانت قيمه البي سي او 2 منخفضه بعكس قيمه البي اتش اللي هي بتكون مرتفعه، فهذا اسمه قلاء تنفسي. هلا هون عاطينا امثله عن شلون بدنا نقرأ غازات دم شرياني. بالفعل بتجيك عينة غازات دم شرياني على هالقيم هاي، عندك مريض جاء بالقيم التالي، عنده البي او 2 50 مللتر زئبقي، عنده البي سي او 2 53، عنده البي اتش 7.27، والبي كربونات عنده 24 ملي اكوفيلتر، والساتوريشن يعني اشباع الاكسجين 95%. فهذا المريض شلون بدنا نقرأ غازات دم شرياني؟ مثل ما حكينا، الخطوة الأولى منطلع على البي اتش 7.27، إذن هذا حماض. طلعنا على البيكربونات، قيمة البيكربونات الطبيعية 24، لأن هي القيمة الطبيعية من 22 ل 26. فهوني منروح على الخطوة الثالثة اللي هي منطلع على البي سي او 2. البي سي او 2 من 35 ل 45 طالع عندنا هون 53، إذن هذا المريض صار عنده البي اتش منخفضة، البي سي او 2 مرتفع، فهذا المريض عنده حماض تنفسي. طبعا هو يضايف عليها انه نقص اكسجين، بالتاكيد نقص الاكسجين، لانه المريض عنده البي او 2 50 ملتر زئبقي. فاغلب الاحيان هي عاده هالقيم هي بنشوفها عند مريض عنده سي او بي دي، دائري او انسداد مزمن مثل التهاب قصبات مزمن او نفاخ رئوي، وغالبا بتكون هجمي حادي او مريض الرب. هلا الحاله الثانيه، مريض عنده البي او 2 88 ملتر زئبقي، البي سي او 2 30 ملتر زئبقي، البي اتش 7.30، البي كربونات 14، والساتوريشن 98%. نرجع لنفس الخطوات تماما، البي اتش 7.30 اذا هذا حماض، طلعنا على البيكربونات 14 اذا ناقصه، وبالتالي كمان نازله مع قيمه البي اتش، اذا هذا صار اسمه حماض استقلابي. هلا هون بما انه حماض استقلابي، لو معطينا قيمة الكلور والبوتاسيوم، لازم نحسب الفجوي الشاردي لنشوف هل المريض هذا عنده حماض استقلابي طبيعي الفجوي الشاردي ولا عالي الفجوي الشاردي. فلازم تكون متوفرة عندنا قيمة الكلور والبوتاسيوم لنحسب الفجوي الشاردي. فمثلا لو مريض الفجوي الشاردي الطبيعي اللي مثل ما قلنا هي الصوديوم زائد البوتاسيوم ناقص مجموع الكلور زائد البيكربونات، وهو الطبيعي. طبعا في اختلاف بالمراجع، ولكن انتم اعتمدوا مثل ما ذاكر لكم اياهم هون بالكتاب، 15 زائد ناقص 3، يعني الطبيعي بيتراوح بين 12 ل 18. فاذا كانت قيمه
الفجوة الشاردية طلعت معكم 12 ل 18 فهذا يعتبر طبيعي الفجوة الشاردية، إذا كانت الفجوة الشاردية أكثر من 18 فهذا يعتبر حماض عالي الفجوة الشاردية. طبعا لا توجعوا راسكم، هي معلومات إضافية. الوحيد اللي بيؤدي إلى حماض استقلابي منخفض الفجوة الشاردية، يعني بتلاقي الفجوة الشاردية عنده 5-6 هذاك بيصير بنقص الألبومين، عند المرضى اللي بيصير عندهم نقص بالألبومين هذاك بيصير عندهم حماض استقلابي ناقص الفجوة الشاردية. طبعا هم بالكتاب مذاكر لكم اياها، مثل مرضى تشمع الكبد او مرضى المتلازمي النفروزي. الحالة الثالثة مريضة عمرها 30 سنة ما هي قادرة على إعطاء معلومات، عندها تسرع قلب وانخفاض بالضغط، الضغط الشرياني عندها 90/60، الصوديوم عندها 160، تركيز البوتاسيوم 3، الكلور 135، الجلوكوز عندها 180 ميليغرام بالديسلتر، وعندها البولي 28 ميليغرام بالديسلتر، غازات دم الشرياني يعطيك إياها البيكربونات 12، البي اتش 7.28، البي او 2 90 ملل زبقه، والبي سي او 2 26 ملل زبقه. فعم بيسالك عن شو نوع التوازن الحمض القلوي الموجود عند هالمريض هذا. هلا لو طلعنا على مثل ما ذكرنا البي اتش 7.28 اذا هذا حماض، طلعنا على قيمه البي كربونات 12 ناقصه كثير اذا هذا حماض استقلابي. بهيك حالي لازم نحسب الفجوة الشاردية، طالما معطينا القيم تبعية الفجوة الشاردية، فالصوديوم 160 زائد البوتاسيوم 163 ناقص الكلور 135 زائد البيكربونات 12، 135 و12 صاروا 147، منقصهم من 163 فبتطلع الفجوة الشاردية عندنا طبيعية تطلع 16. مثل ما قلنا الفجوة الشاردية الطبيعية هي 15 زائد ناقص 3 يعني من 12 ل 18، فإذا طلعت ضمن هالقيمة هاي بتكون الفجوة الشاردية طبيعية. فهذا يعني لما منقول أنه الفجوة الشاردية طبيعية هذا معناه أنه ما في حموض خارجي، مثل المريض عنده قصور كلوي مزمن أو مريض عنده حماض خلوني سكري أو مريض عنده مثلا الانسمام بالكحول أو الانسمام بالإتنين جلوكول أو الانسمام بالساليسيلات. وبالتالي لما بتكون الفجوة الشاردية الطبيعية فبنستنتج أنه هالمريض هذا بيكون عنده ضياع بالبيكربونات. فهوني عم يشرح لك هلا التدبير، أنه بما أنه المريض مصدوم وعنده تسرع قلب مع انخفاض ضغط والصوديوم مرتفع، فالمريضة غالبا بيكون عندها فقد سوائل، بعد نقل لتر من سيروم الملح يتحسن وعي المريضة، وذكرت قصة حمى وإسهال مائي ومغص بطني من 5 أيام، وبالتالي فهذا المريض غالبا بكون مضيع البيكربونات مع الإسهال، ونحسب كمية البيكربونات اللازمة ونبدأ بتسريبها ببطء مع مراقبة مخبرية. بهيك حالي مثل ما ذكرنا ما في داعي إطلاقا لإعطاء البيكربونات، البي اتش 7.28 عادة بس بكفي تعويض السوائل والشوارد عند المريض وما في داعي لإعطاء البيكربونات. هلأ في عندكم حالات أخرى بتطلعوا عليها في عندكم أي سؤال؟ الو هلا دكتور، الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم. في عندكم سؤال او شيء نقطه معينه ما فهمتوها او يعني شيء بدكم تسالوا عنه فيما يخص التوازن الحمض القلوي اسالوني.